دشن معهد البحرين للتنمية السياسية تطبيقا للهواتف الذكية بعنوان ساحة الناخبين، ليكون أول منصة للتواصل الاجتماعي بين الناخبين والمترشحين، يتم تحميله مجانا عبر أحد المواقع الإلكترونية، ويقدم خدمات مميزة لكل من الناخبين والمترشحين للانتخابات النيابية والبلدية. وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد السيد أنور أحمد أن هذه المبادرة المبتكرة تهدف إلى بناء ساحة التقاء إلكترونية للناخبين والمترشحين، مشيرا إلى أنه من خلال الدخول على تطبيق يستطيع الناخب الاطلاع على كافة الأخبار لجميع المترشحين، وكلما زاد التفاعل من المستخدم عزز من حظوظه للفوز بجوائز مجزية بعد انتهاء الانتخابات. وأشار إلى أن التطبيق ينقسم إلى قسمين، الأول للناخبين والثاني للمترشحين، لافتا إلى أن التطبيق ميسر لكافة شرائح المواطنين ليساهم في إتاحة وصول الناخب للمترشحين لزيادة الوعي الانتخابي وتشجيع الناخبين على التفاعل ليسهم بشكل فعال في دعم العملية الانتخابية بما يوفره من إمكانات تكنولوجية حديثة، لا سيما في ظل ما تتمتع به البحرين من بنية تكنولوجية متطورة. المترشح بيكون له حساب خاص يقدر يعني يرفع على هذا الحساب كل تفاصيل حملته الانتخابية، سواء كانت من يعني سيرته الذاتية، برنامج الانتخابي، دعاية الانتخابية، سواء كانت فيديوهات أو يعني نشرات، ممكن يحط برنامج فعالياته خلال هذه الفترة، فترة الدعاية الانتخابية، ممكن يحط أخباره سواء التغطيات الإعلامية. الناخب راح يدخل بالسي بي آر ماله وبيحط البلوك، فبيعرف البرنامج هو في أي محافظة، فبيشوف كل المترشحين، يقدر يدخل يشوف برامجهم، يشوف فيديوهاتهم، يقدر يفاضل بين المرشحين، ياخذ فكره زينه بين برامجهم الانتخابيه.